كأنه فهم السلف الصالح لهذا يا شيخ. يعود السؤال السابق وأرجو أن تتخذ هذا نظاما في بحثك وقواعدك، كلهم إجماع السلف الصالح أم في هيك وفي هيك؟ فيهم وفيهم. إذن لكن الشيخ لا حكى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة. أيوه هذا قال لا ما كانوا يعدون شيئاً، ما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أيوة. شيء من الأمور تركوا كفرا إلا الصلاة. أيوه فهذا نقل عنهم إجماع. إذا نحن ناقشنا هذا الأثر من داخله وليس من خارجه، يعني من متنه وليس من إسناده. إسناده جيد، لكن هل صحيح أن المسلم لا يكفر بشيء إلا بترك الصلاة؟ فإذا ترك الزكاة مثلا شو حكمه؟ إذا يعني يرون تركها يفسر الشيخ قوله يفسر قوله على ما ليش إذا ترك الزكاة يكفر أو لا يفسر في هذا كيف؟ إن تركها جاحد يا حبيبي أنا ما عم أقول لك ما حكمه. نعم عم أسألك يكفر بتقول نعم بتقول لا، يعني في حالات يكفر في حالات لا يكفر. لا ما يكفر لازم من قول الصحابة أنه لا يكفر لأنهم لم يكونوا يرون ما يكفر به إلا ترك الصلاة. لا ما يفهم هذا يا شيخ من قولك. شلون؟ ما يفهم هذا من قولي عبد الله. طيب أنت رد عليه وأنا بعدين بحتفظ بسؤالي. أقول لا يفهم هذا من قول عبد الله. أقول له إلو. ما يفهم هذا من قول عبد الله. كيف قولهم لم يكونوا يرون من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة؟ فهذا استثناء يعني شيء من بعض من كل، وفيه حصر لم يكن إلا لم يكونوا إلا، وهذا من أقوى الدلائل على الحصر. يعني ما قولك في قول الرسول عليه السلام يكون أقوى حجة ولا قول الصحابة؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. في شك في هذا؟ لا. طيب يقول عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل تعتقد أن الصحابة يؤمنون بهذا الحديث كما نؤمن نحن؟ نعم. فإذا هناك شيء آخر. كيف يا شيخ؟ شيء آخر يعني يقولون بكفره، يعدون كفرا غير الصلاة. هذا كفر دون كفر يا شيخ. هذا اللي بدنا اياه. عرفت عرفت فلزم. هذا اللي بدنا اياه شيخنا. انا اورثت عليه في قضيه، لا خليه ينتهي من هي انتهى من هي معذره، خليه يكبشه لانه هو الا في اليد شيخنا، هو مكبش خلص يعني ما في. لا معليش بدنا نحن تحصل القناعه في قلبه حتى يعود داعيه الى بلاده ان شاء الله جميعا، حتى ايش يكون عونا لنا في تلطيف الهجمة هذه لتكفير المسلمين، يعني هذا أمر ضروري جدا. كيف تفرق بين من أطلق عليه نبيك المعصوم الذي أقل ما يقال فيه إنه يعرف كيف تؤكل الكتف، وليس كذلك أي شخص آخر، صح ولا لا؟ كيف تقول في من يقول وقتال كفر دون كفر، ومن لا يحسن أن يقول مثله تقول كفر صميم هو الردة؟ لأن أتت من النصوص ما تخرج الأول. ما إيه؟ أتت من النصوص ما تخرج الأول أنه كفر دون كفر، ولا يظهر لنا من بل أتت نصوص أخرى تؤيد أن الكفر المراد في قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك ترك الصلاة. حتى لأنك أنت الآن كنت في واد وانتقلت إلى واد آخر، كنت في واد الاحتجاج بقول الصحابة، وإذا أنت انتقلت إلى واد آخر في تأييد قول الصحابة بنصوص الرسول عليه السلام. فبينما كنت تجعل الكلام حجة في نفسه
وإذا بك تعود إلى أنك تشعر بأنك بحاجة إلى أن تدعمه بكلام الرسول عليه السلام. ها؟ نعم. واضح؟ واضح. إذن أعتقد أنك أنت وغيرك مخطئ في هذا الأسلوب. يجب أن تجعل قول الصحابة أخيرا وقول الرسول عليه السلام أولا، مش رأسا تنتقل وتقول في إجماع. لما قلت لك أنا أن هذا الإجماع حقيقي يعني ما في خلاف، بالأول قلت في خلاف بعدين قلت هاي الصحابة قالوا كذا، وإذا بك الآن تنقض ما بنيته وتشعر من صميم قلبك أن هذا القول من الصحابة يجب أن يدعم بشيء آخر، صح ولا لا؟ صحيح. جزاك الله خير. فالآن هل تعود لتستدل على ما تقوله بأن تارك الصلاة كسلا كافر بغير هذا الدليل؟ لا، هناك أدلة كثيرة يا شيخ. جزاك الله خير وسامحك الله، صح ولا لا؟ أنا ما أقول لك أدلة كثيرة ولا قليلة، أنا أقول لك بعد أن تبين لك أن استدلالك بالحديث الصحابي خطأ، لأنه يحتمل هيك وهيك، فهو يحتاج إلى دعم. فما هو دليلك؟ أنت بتقول هناك أشياء كثيرة، ما هو بحث الآن بيني وبينك كثير ولا قليل؟ وخير الكلام ما قاله ذلك. في عندك كثير من الأدلة؟ هناك أدلة كثيرة. نعم جاوب، قل له نعم. نعم هذول إخواننا يا أخي، ما ابتلوا كما ابتلينا، ما ابتلوا كما ابتلينا، ما يحسنون الأخذ الرد يعني. تعلمنا. طيب نعم يا شيخ، خير الكلام ما قالوا دل. خير إن شاء الله. فهمت أن عندك أدلة كثيرة. نعم. هل تتفضل بأعظم دليل منها؟ أعظم دليل عندك منها، لأنه إذا ثبت أن هذا الأعظم دليل دليل ويسلمه تسليما، وإذا ثبت بأن هذا الدليل هزيل كمان ويسلمه تسليما، لأنه ما بعده من الأدلة أشد ضعفا، صح؟ هات بقى ومعك فسحة تفكر شوي إذا كنت مالك مستحضر أنه جيب لنا أعظم دليل. إخوانكم في الدين أقوى شيء عندهم هذا المسألة. لحظة شيخ. لا أنت مال، هو لا يلقن الآن. هذا ما يجوز. شيخ الحين أريد أن نبه النقطة فقط، أني عندما ذكرت قول الصحابي هذا ليس من باب أني أذكر قول الصحابة قول قبل قول الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام. لا ما فهمت هذا. الحمد لله. لا ما فهمت. وإنما أتت استطراد. أنا بالرغم أني ما فهمت هذا، أنت أخطأت في الاستدلال. ولا ما ظهر لك هذا؟ لا فهمت يا شيخ. طيب أنا ما فهمت أنك يعني تريد شيئا أنا ما فهمت. لا فهمت. خير إن شاء الله. لكن أخطأت في الاستدلال، لأنك حينما جوبهت بقول المعصوم وقتاله كفر قلنا لك إيش هذا؟ قلت كفر دون كفر. طيب الصحابة قالوا نفس الكلمة في تارك الصلاة كفر، لماذا لم تقل كفر دون كفر؟ قلت هناك أدلة، صح؟ والآن بأخذك لأنك كررت على مسامعي مرارا وتكرارا أنه ذاك أدلة كثيرة، فأنا أقنع بالقليل نيابة عن الكثير، لكن لاختصار الطريق للبحث والمناقشة هات أعظم دليل عندك أنت في وجدانك مقتنع فيه أنه هو الدليل الفاصل في الموضوع، هاته. فإذا كان كما تقول سلمنا لك، وإن لم يكن كذلك سلمت لنا، لأنه أكبر دليل سقط من يدك وفلت زمام أمره من ذهنك، فحينئذ ينتهي الموضوع على اتفاق. فما هو؟ بسم الله. عندي أنا
أنت إذا عندك فكون أولى لأخيك. لا عندي يا شيخ أنا. هاتي. لكن عندي دليلين. لا. 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 سامحك الله. أنهما في القوة سواء. وإنما. إيش هذا؟ ريح حالك. إيش هذاك يا شيخ؟ أخين تقوى ريح حالك أقوى شو بعد تبدأ الله يهديك. الله يهديك يا عبد الله. وأنا معك إن شاء الله. أولى ربنا جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين والتي في قبلهم فخلوا سبيلهم. نعم فإخوانكم في الدين هذا النص القرآني حج عليك. كيف يا شيخ؟ لأنك آنفا فرقت بين الزكاة والصلاة. أليس كذلك؟ نعم. طيب والآن وحدت بينهما على أي شيء أنت؟ اللهم اهدنا في من هديت. اللهم اهدنا في من هديت. نقول يا شيخ أن ظاهر الآية هذه بدك تتكلم كمان وأنا راحتك. انتهت سامحك الله راحتك. يلا إيش ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أن هؤلاء كفار. نعم وأنا معك. لكن ظاهر الآية أنه تارك الزكاة كتارك الصلاة وأنت قلت لا ليس كذلك. أنا ما فهمت يا شيخ مراد يعني الآن. ليه؟ فإن تابوا الآية شو بتقول؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وما آتوا الزكاة فإخوانكم. فإن تابوا وآتوا الزكاة وما أقاموا الصلاة فإخوانكم. لا ليس بإخوانكم. ايش هذا؟ هذا راح يصير معنا مثل ادم ضمير ادم يقول الله يسامحك لاي وحده لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. رجع الله هذا اعظم دليل انت نقضته بنفسك. طيب يا شيخ انت اصبر معي يا شيخ احلم علي. خذ صبر ايوب عليه السلام. يا شيخ انت يعني علمتنا ان لا نفهم القران فقط بدون فهم السنة معه وفهم السلف. هاي اللي بدنا إياه. ونحن حولها ندندن. إن شاء الله. حولها ندندن. كلنا ندندن إن شاء الله حولها. طيب. فنقول أن الزكاة أتى ما يخرج الأصل نقول أن ظاهر الآية أنه يكفر. لكن أتى ما يخرج مانع الزكاة. أن ظاهر الآية أن تارك الصلاة يكفر. والزكاة كذلك. وتارك الزكاة يكفر. نعم. وبهذا قال بعض أهل العلم. ماليش. طيب. ماليش. فأتى ماذا؟ ما يخرج مانع الزكاة ثم أنه ليس بكافر. أنه ليس بكافر. ما هو الدليل؟ الدليل ثم ينظر في سبيله فإما إلى النار وإما إلى الجنة. ثم إيش؟ ثم ينظر في سبيله. الحديث ما من صاحب بقر ولا غنم وكذا ثم ينظر في سبيله فإما إلى النار وإما إلى الجنة. ومعلوم أن الكافر لا يمكن أن ينظر في سبيله إلى الجنة. أي نعم. فعلم من ذلك أن مانع الزكاة يخرج من هذه الآية بهذا الحديث. أنه لا يكفر. شيء جميل هذا ما كان في بالي الحقيقة. وقع حاله لحاله. فإذا معنى الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم يا شيخ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولم يؤتوا الزكاة فإخواننا في الدين. هيك يعني معنى كلامك ولا أنا غلطان يا جماعة؟ لا والله شيخنا لحد الآن. لا شيخنا إيه لحد الآن. طيب الله يعني بدنا نشوف إيش بعدها. شوفوا كيف يقولوا للشيخ. نعم يا شيخ إنه لحد الآن الشيخ مو غلطان. الله أكبر. في احتمال إنه يغلط فيما بعد. خذوها يا عباد خذوها لمشايخكم. ها والدليلهم الثاني. لا لا خلينا بالأول. شيخ هذه الآية إذا لم يخرجها يعني إذا لم يجحد وجوبها ومنعها لا يكفر. نعم يكون هذا معناها. يا أخي ما في حاجة للتفصيل لأنه بحثنا في التارك كسلا ما في حاجة للتفصيل. لأنه لما يترك أي شيء من أحكام الدين جحدا
خرج من الدين. نعم. ما في خلاف. يكون هذا معنى الآية. إيش معنى الآية؟ يكون معنى إن تابوا وقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فهم إخوانكم. إيه. ليش ولم يؤتوا الزكاة؟ ونص القرآن حسب زعمك أنت أنه إذا انتهى أحد الشرطين انتهى المشروط كله. لأن يا شيخ لا نفهم القرآن فقط دون السنة. حسن. أنا أني أتيت القرآن ومثله معك. اثبت على هذا. طيب. ألا تدل السنة أنه الذي يترك الصلاة كسلا، نؤكد كسلا، أنه ليس كافرا؟ نصا صريحا دون ورد احتمالات عليه. ليش بقى احتمالات؟ لأن الاحتمالات هذه ليس ذي القوة كالأول، لأن عندنا الآن لا لماذا اتخذت خط الرجعة احتمالات؟ لأنه ورد في السنة. هذا هو، هات بنشوف. نعم. شو ورد في السنة؟ مثل حديث البطاقة. وشو الاحتمال الذي يرد عليه؟ مثل حديث البطاقة يا شيخ. طيب ما باله؟ أنه يعني لم يفعل الخير إلا هذه الكلمة. كويس، شو يرد عليه؟ يرد عليه أن هذا الرجل لم يمكن من فعل الخيرات كقاتل 99 نفسه، ممكن من فعل السيئات 100 سجل هكذا يعني. والأحاديث المتواترة في الشفاعة يوم القيامة، أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من خير، يعني ما تشرك، وفي رواية من إيمان، لم يتمكن من أعمال الإيمان. وفي الأحاديث الصحيحة أي الأعمال أفضل؟ أعمال أفضل، وذكر منها الصلاة والحج وما شابه ذلك. لم يتمكن من الأعمال الصالحة كلها، ولذلك ما بقي في قلبي ذرة من إيمان وذرة من خير. هيك يعني معنى الحديث، وهكذا يسوق علماء السلف اللي نحن تلقينا العقيدة منهم. لما بيسوقوا الشفاعة وأحاديث الشفاعة يعنون الذين ما استطاعوا يعملوا عمل الخير. هكذا لقد وقعتم فيما أنكرتم على من خالفكم من أهل الأهواء، إنكم تلفون وتدرون على الأحاديث الصحيحة وتتأولون مع فكرة قائمة في أذانكم لم تستطيعوا حتى اليوم أن تثبتوها بالأدلة من الكتاب والسنة إلا بالتأويل. وعلى كل حال، الأدلة التي أنت ذكرتها هي حجة عليك، لأنك تتأولها بما يشبه تعطيل المؤول لنصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالصفات الإلهية. فنحن الآن لا فرق بيننا، أي بين غيرنا من أهل السنة والجماعة، وبين أهل الكلام من حيث التعطيل. الفرق شكلي، أولئك يعطلون النصوص المتعلقة في الصفات الإلهية، وهؤلاء يعطلون النصوص المتعلقة في الأحكام الشرعية، والتعطيل واحد. أعود لشيء آخر، كيف باستطاعتكم أن تؤولوه؟ وهو قول عليه السلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وخشوعها وسجودها كان له من الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، مع قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف؟ لعلكم يعني إن شاء الله ما فكرتم بتعطيل هذا الحديث أيضا. فكروا يا شيخ. ها؟ فكروا وأجابوا عليه. أجابوا، هذا نشوف. بس أنا ما أحفظه الآن. إيه الحمد لله. شيخ ما عرفت كلمة. طول بالك شوي. خطر في بالي تارك الصلاة كافر فقط غير مشرك، أم هو مشرك أيضا؟ أنا بقول لك
مكن حالك لأنك على خطر الآن. بين الرجل لا تجاوبني بالحديث، أعطيني رأيك، أجب عن السؤال. الكافر مشرك يا شيخ. نعم الكافر مشرك. والمشرك كافر. فهذا المشرك تارك الصلاة لا يغفر له، أليس كذلك؟ لكن الحديث صريح بأنه يغفر له. أنا الآن نسيت ما محتاج به شيء. الخير إن شاء الله. أنت يا أخي الدليل الثاني لهم. دليل ثاني صحيح. يقول ما دامكم أنت قبل تفضل ليش عندك. نعم شيخنا هو قال الآن وقبلها قال لي في المجلس أيوة إنه أجابوا عن هذا لأنه مشيئة أو ما مشيئة، لكن هم لا ما يذكر إيش التحديد بالذات أو تخيير لطفا شوي، مع أن الدليل الذي أخرج به ترك الزكاة من الكفر هو نفس الشيء من حيث الحكم، مشيئة إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار دون الجزم، وهذا إما إلى الكفر وإما أن يغفر له وإما أن لا يغفر، فهما سواء، فما قاله في الأول يقوله في الثاني والعكس صحيح. لا يا شيخ علي بس أنا ما هو هذا، أنا أعرف كلامهم، هذا كلامهم، لا لهم احتجاج آخر، وعدتك بمخطوطة إن شاء الله. هذا أنا شايف الكلام، هو هذا الكلام، لا جديدة يا أخي. طيب أنا أرسل لها الشيخ إن شاء الله ولا عليه تصل. جزاك الله خير. الدليل الثاني نعم على هذا الكلام نشوفها لبعضهم يقولوا أن هذا من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى كقول عيسى. إيش هو التأدب؟ المشيئة، يعني إن شاء غفر وإن شاء إيش عذب، هذا من باب التأدب يقولون. من المتأدب؟ يعني هذا الكلام من باب التأدب كقول عيسى. من المتأدب؟ اسم فاعل. من المتأدب يقولون؟ الظاهر من كلامهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يتأدب إيه؟ هكذا يقولون. يتأدب مع الله. نعم. يعني طول بالك. يعني هذا القائل يرى أن تارك الصلاة هو في رأي الرسول في اجتهاد الرسول في فهمه في شريعته أنه كافر، هكذا يرى، لكن مع ذلك هو وكل الأمر إلى مشيئة الله، فإن شاء عذبه وإن شاء غفره، هكذا. ما هذا أول شيء نسمع من التعطيل بس يدلون على ذلك. قول عيسى عليه السلام في أنت إنهم عباد، إن تشاء تغفر لهم وإن شاء تعذبهم وإن شاء تغفر لهم. أي نعم. أي نعم بهذا. فما أدري جوابك. كويس، إذن بقى أنت معهم، ما تقول أن تحكي عن غيرك. لا أنا مش معك. طرح شبهة أنا سمعتها. كيف؟ أنا شبهة سمعتها، وأريد يعني أنك تجليها إن شاء الله. طيب سمعتها، فماذا كان جوابك عليها؟ مدنا بنددك وأنت. أنا وقفت. أي. أولا من ورد البحر استقل السواقية. نقول نحن هول الموقف لا يقاس عليه ما نحن في الدنيا من البصيرة في الأحكام الشرعية، فهناك يكل الأمر إلى الله عز وجل. لا إله. هذا كجواب مطلق يعني. لكن هذا قائم على أن عيسى عليه السلام كان معلوما لديه ما أعلم الله نبينا من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل عندنا نص في ذلك؟ نحن ما عندنا نص، ما عندنا نص لذلك ما يجوز الاستدلال بهذا النص، لأن هذا ينبني على لو قال الرسول مثل هذا الكلام رسولنا الذي أنزل عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، نقول جواب رقم واحد هو الأول. أما عيسى عليه السلام ما في عندنا ما يدلنا على أن هذا أيضا كان أوحي إليه، فإننا لا نستطيع أن كل شيء أوحى الله إلى نبينا قد أوحى مثله إلى من قبله من الأنبياء والرسل، فإذا هذا الإشكال لا وزن له ولا قيمة له لأنه قائم على شيء لا دليل عليه ولا برهان. هذا سؤالك، دليلك الثاني نشوف.
يقول المندم أنتم تقولون بأنه ما يكفر، فما هو جوابكم من الحديث العهد الذي قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فبمجرد الترك ترك الصلاة فإطلاق الكفر عليه في هذا الحديث؟ ماذا تقول في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نقول أنه من كما قال صاحبك آلفا كفر دون كفر، ولا تقول غير هذا؟ والله أنا يا شيخ ما بلغت المرتبة اللي أحكم على أحد الشيخ إلا القليل. طيب ماذا تقول شيخ؟ ما جوابهم إذا قال الدليل هذا؟ أنا ظننت أنك ستقول شيئا، فما هو؟ يعني أنت سألتني جوابي هو جوابك عن الآية، فماذا تقول عن الآية فأولئك هم الكافرون؟ أقول العلم عند الله عز وجل، الله أعلم. العلم عند الله، أنا بقول يعني يكفي 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 شيخ. إذا أورد هذا الحديث قال وكيف تقول إنه ما يكفر ونحن نقول بكفره لكن أنت وكلت العلم إلى الله. نعم. في الآية لماذا لم تكل الأمر إلى الله في الحديث؟ لأن الحديث صريح شيخ في الآية أصرح ولا؟ نعم كتاب الله. إذا ما أنت تتناقض كثير. لا أنا ما تناقض. أنا بقول لك خذ عبرة من أخوك عبد الله كيف أنه هيك رزين ثبت حاله، فهو لا يجيب إلا بعد تفكير، وإذا كان لا يذكر النص الذي ينبغي تأويله ما يدندن حوله. أنت الآن أتيت بالحديث. نعم. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، هذا سبق الجواب عنه آنفا، وقتاله كفر، كان الجواب من صاحبك كفر دون كفر، لماذا لا نقول في قوله عليه السلام فقد كفر أي كفر دون كفر؟ والآن نريد أن نوجه سؤالا إليكم، هل تقولون بالكفر الاعتقادي والكفر العملي، هذا التقسيم الذي فهمناه من بعض الأئمة، أم لا تقولون؟ نعم. ها؟ نعم. ما الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي من حيث حقيقتهما أولا، ثم ما هي ثمرة الخلاف بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ واضح السؤال؟ إن شاء الله. إن شاء الله أجيب على السؤال الأول. الفرق يا شيخ؟ أيوة. الفرق أن الكفر الاعتقادي سواء صاحبه عمل أم لم يعمل ما ينفعه. يعني أنا سأل سؤالين، ما هو الفرق بين الكفر الاعتقادي، وخلني الأستاذ علي يكون معنا ما يكون مع غيرنا خاصة إذا كانوا من الأموات يعني. أنا عارف ما ليش، لكن بدك شاركنا في الموضوع لأنه سنشد عضدك بأخيك. كان سؤالي سؤالين حول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. الأول، ما حقيقة الاختلاف بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ حقيقة الاختلاف بينهما الأول سؤال. السؤال الثاني، ما ثمرة هذا الاختلاف؟ شو نتيجة الاختلاف؟ واضح الفرق؟ واضح. طيب فأنا أسأل الآن السؤال الأول، ما هو حقيقة الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ بعد ذلك تجيب لي إن شئت عن ثمرة هذا الاختلاف. الاعتقادي يا شيخ من الاعتقاد أنه يعتقد هذا في داخل في قلبه يعني. كويس. لأنه سنشد عضدك بأخيك. كان سؤالي
سؤالين حول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. الأول، ما حقيقة الاختلاف بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ حقيقة الاختلاف بينهما الأول سؤال. السؤال الثاني، ما ثمرة هذا الاختلاف؟ شو نتيجة الاختلاف؟ واضح الفرق؟ واضح. طيب، فأنا أسأل الآن السؤال الأول، ما هو حقيقة الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ بعد ذلك تجيبني إن شئت عن ثمرة هذا الاختلاف. الاعتقادي شيخ، من الاعتقاد أنه يعتقد هذا في داخل في قلبه يعني. كويس. والعملي يعمل بهذا الأمر. كويس. فالآن تارك الصلاة يؤمن بشرعيتها. يؤمن. ولا يعمل. ولا يعمل. ألا يصدق جوابك الآن في الذكر عليه؟ من حيث العموم يا شيخ. إيه بقى عموم خصوص. لا بد يصير في شيء من تفصيل يا شيخ، يعني نكون دقيقين. تفصيل من عندي ولا من عندك؟ عندي أنا. تفضل. لأن الإجابة لا، ما أستطيع أن أعطيك إجابة يعني. تفضل. إلا نقول من حيث العموم يصدق عليه. طيب من حيث الخصوص؟ ومن حيث الخصوص لا يصدق عليه. ليه؟ لأنه هنالك من الأعمال وإن لم يعتقد صاحبها أنها مكفرة، مجرد أن يعمل بها يكفر ويخرج بها عن دارة الإسلام. لا أعتقد هذا في الإسلام، فأرشدني هداك الله. يعني يا شيخ مثلا إنسان يعتقد. لا تقول يعتقد. إنسان نعم يعمل. إنسان لحظة يا شيخ، إنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى حق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، ولكنه يستهزئ، أتى بشيء يستهزئ به بالدين، يعني كان سب الله سبحانه وتعالى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو معتقدا أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يستحق ولا يستحق الله سبحانه وتعالى هذا، وإنما من باب الاستهزاء فقط. ما أصبت يا عبد الله. وجهنا يا شيخ، هذا حسب علمي يعني وفهمي، والله أعلم. طبعا ما متأكد حسب علمي وفهمي، مفهوم انك حسب يعني علمك وفهمك ليس يعني ان شاء الله نقلل عن المشايخ. اي أيوة والله. طيب. اي نعم. هل يسب الله، هل يسب الله الذي نؤمن نحن به ام الذي يؤمن هو به؟ يؤمن هو به. طيب، فالاله الذي هو يؤمن به هو الاله المعبود بحق عندما يسبه؟ اه ما فهمت. ما فهمت. بريد اقول ان الانسان اذا امن بشيء على حقيقته. نعم. يستحيل ان يسبه. نعم. فهمت هذا؟ فهمته. طيب بناء على ذلك جاءت بناء على ذلك جاء السؤال السابق. نعم. يعني تريد الآن شيء من الشرع أدلل على كلامي؟ ها تفضل. يعني الأول خلاص شطبنا؟ خلاص ما ينفع. ما ينفع. هات نشوف. يعني عمل يكفر به دون وإن لم يعتقد ولا يعتقد. يعني واحد يعمل عمل الكفار. نعم. لكنه لا يعتقد اعتقاد الكفار. يكفر يخرج من الملة. وين هذا؟ في عالم المريخ، في الكون كله لا وجود لهذا. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركهم كفرا إلا الصلاة وهو أوجد حليم إلى عادتها القديمة. يعني الظاهر والله أعلم ما في الظاهر والله أعلم. يعني ما أقول هذا يعني استقصاء. أنا ما في يا شيخ عبد الله. ما في. بحثت أنت يا شيخ؟ الحمد لله أفدتنا. شبنا على هذا، شبنا على هذا. الله من الأخطاء الماشية عندكم ما جاء في كتاب التوحيد، ومذكرك بدليلك الذي طلبناه منك لكنه في الواقع ليس بدليل يا أبا ليلى. نورني شيخنا. إيه هو إذا بده ينورك معناها أنه مش مآمن بهذا النور كله. حديث
دخل رجل النار بذبابة. نسيت هذا الحديث؟ لا ما نسيته. ما نسيته. أليس هو حجة عندهم؟ مش عندك طبالة. نعم. عندهم. الأوائل. الأوائل منهم. الأوائل منهم. لأنك الآن زك. مين الأوائل بتاني؟ يعني من على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني. إيه والأواخر أيضا. والله الأواخر أنت بين ضعف الحديث. فبدأوا يعني يتراجعون. الحمد لله. طيب. فهذا إن شاء الله. يعني فضل لك وهم يعني يذكرون هذا. نسأل الله أن يمدنا بفضله وعلمه.